ان شاء الله عامكم مبروك. بدينا شويه سلطه مشويه وتن وزيتون نتاعنا نتاع البلاد نتاعنا، وهريسه حمراء، فلفل عربي معناها بنين، وزيت زيتونه سي تري بون، مسلغ معدنوس شويه للفاح. هنا عملناها على شكل شكل هكا نبته ولا حاجه خضراء ولا شجره ولا حاجه، والورد بجنبها بالسفناريا ما مزين، شوية فريد أنواع على شكل حديقة، وشنو آخر هنا دجاجة معناها عملناها عربي وفي الدار في البيت عملناها العظيمة متاحة بحذاها، كيما وقت احنا صغار ديما كيكة كانوا أبيتنا وميتنا وكل شيء، واحنا صغار يحضروا لنا الحلوى والدجيجة هكا وحديها العظمة كما في رأس العام وكل شيء، ناكلو حاجة بنينة بالشفاء والصحة للناس الكل. بالطماطم معمولة، راني الوردة في شكل طماطم في وسطها كعبة سفنارية، وهيكي توا معناها كل مبطن معناها كما الطاجين، فيه الفخوماج وفيه العظم وفيه التن وفيه لحم مفروم الحم نو مش الحم مفروم، فيه اسكالوب وفيه شوية شوية كبدة شنو اخر وشوية لحم علوش ومعدنوس وشوية شنو اخر يا ربي وشوية زنا غادي عاد زنا، وهيك هو المحشي ندورو له مغادي اللي نوصف فيه فارسي وراتا فارسي يعني. يعني يا محشية كما قلت لك هذيك، وشوية فخوماج وفيها التن وفيها كل شيء حتى الكبدة، وفيها شوية لحم علوش وكبدة علوش زيدا، وفيها شنو فيها آخر خلط شوية بشوية خبز هكا كل مرح يطريف باش تتماسك، وعظم وسلق نعم مش سلق معدنوس وشوية ثوم وشوية معناها بصل، وخلط مع بعضه مع العظم وكل شيء تتمسك، وزيدها شوية فريت، شفت الفريت هانو يبدأ مقلي بنين ياسر في وسطها سي تخي بون، وكلوا صحة بالشفا هانو سهلة. اوكي ان شاء الله عامكم مبروك. مازال عندي الجاتو والجلاس كراميل مازلت ما كملتوش، والتخت نتاع الجاتو والكيك محشية زادة بالشوكولا وي اي حتى كملها كتو راس العام نعمل وحده، مازلت ما كملتش. ان شاء الله عامنا مبروك.